الخبر هو اللي عادنا انشير ونشر الرقم نارين بيوتي. فشرنا نزع الحساب بالانستغرام شو ستوريات بهذه الستوريات نشر بها رقم نارين بيوتي وطلب من المتابعين انه يدقولها عمود مقطع يوتيوب. وشوفوا ردة فعل نارين بيوتي على الموضوع. بعض المتابعين صاروا يدقولها ويزعجوها. راح اعطيكم الستوريات شوفوها. جايز بعد شوي بدي مساعدتكم باليوتيوب، راح تطلعوا معي، بدي اياكم تساعدوني بشغلة كثير ضرورية، لذلك ضلوا فايقين، بحبكم كثير. اوكي سو يلي راح يصير هو انه راح صور مقطع يوتيوب، راح اعمل مقلب نارين وانشر رقم تليفونه، فراح السوري بعد هذا على الاغلب راح يكون رقم نارين، بدي اياكم تدقوله وتبعتوا له واتساب وكل شيء، واستنوا الفيديو راح ينزل على اليوتيوب بعد يومين او ثلاثة ايام. يلا جاهزين ولا لا؟ موعدتكم انتم معي حاليا على اليوتيوب. وين تادا، قولوا هاي. رح احط لكم حاليا رقم نارين هون فوق، هن هي عندها رقمين، رح احط لكم رقم هون ورقم هون، بدي منكم الدقوله بس ما تقولوا لمين نشر رقمها. ماشي، ليكوا المقلب وليك الكاميرا. لا شو انت بروم هيك، هاي الكاميرا ما بعرف حاطه هيك وشكم، هاي انا، قولوا هاي ونبلش بالمقلب. الرقمات ما قلت لكم حتشوفوه هون وهون. بيس. نارين ما بتقعد عقلي وبتضربني وعم تستفزني ومدري شو. نارين قولي اسفه بسرعه قبل ما انشر لك الرقم الثاني. اوكي ما بدها تقول. ما قالت اسف شيرو، ضربت روح حالي. المتابعين وفضيحتهم من نارين بيوتي وفلوجت ان هم ملتقنوا يا بعض، مثل ما شايفين يا حبايب هذه الصورة ان هم ملتقنوا يا بعض وقاعدين يا بعض بعيد ميلاد شيرين بيوتي، وهذا الشيء يا حبايب انه يستمر ان هم يلتقون يا بعض ولكن بالخفة بدون ما يكشفون الحقيقة للمتابعين، ولا قاعدين يكشفون هذه الحقيقة ولا قاعدين يصورون اي شيء ان هم يلتقون يا بعض. فاكتبوا لي حبايب بالكومنتات شو تتوقعون السبب الغريب انه دائما هم قاعدين يلتقون يا بعض ولكن بدون ما يقولون للعالم. ننتقل حاليا لبيسان وانس الشايب وحذفهم للبرومو مالتهم الجديد ورجوعه، وليش هم معصبين ويهددون بفضيحة محمد جواني شركة حيدر جيتارا. نزلوا هذا الستوري بعد من حذف البرومو انه بعد فشل جميع المحاولات بردع الظالمين على ظلمهم، انتظروني اليوم على الساعة 10 لاكشف لكم الاسماء الكاملة لشركة حيدر جيتارا ومحمد جواني التي حاولوا تدميري واسلوب الاتجار بالبشر، وساكشف لكم كافة التفاصيل وكافة الاسماء المشتركة وعلي وعلى اعدائي. طبعا بعد ارجع الكليب ونزلت هذا الستوري يقول لك ما بيكفي استغلال لانه ما طلع لكم حق بالمحكمة، عم تعملوا بلطجة، شو دخلكم بالاغنية ولا هيك سرقة؟ عينك انت عينك تفو عليكم. طبعا يعرف القصة يا حبايب، المختصر ان شركة حيدر جيتار عندها عقد ويا بيسان اسماعيل لمدة 5 سنين، مثل اغلب الفنانين انهم ما يصير تسوي اغاني غير عن طريق هذه الشركة، ولكن بيسان نكلت بهذا العقد وحاولت تطلع من الشركة غصبا عنهم، فهم اي اغنية تنزل يحذفوا لها لانهم الشركة وبالمحكمة هي حقها هذا الشيء. فهي اليوم قررت انه تفضحهم وتفضح محمد جواني، وطبعا محمد جواني رد عليها فنزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات بهذه الستوريات، نزلت بنفس الوقت بيسان نزلت بها ستورياتها وكان بها التوقيت وحاط الاغنيه مالته، وهذا التوقيت يا حبايب هو التوقيت اللي حيفتح فيه البث المباشر مال بيسان، فهو كان بده يوصل رساله انه شنو راح تسوين او كانه قاعد منتظرك. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. ننتقل حاليا لغيث مروان وصل قناته باليوتيوب ل 3 مليون مشترك، فان شاء الله الف مبروك وعقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني يا حبايب ان تباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز. وبنفس الوقت يا حبايب اي اللي هو اخته قررت انه تفضح غيث مروان من جديد. طبعا الاشخاص ما يعرفوا شو القصه لازم تشوفون هذا المقطع، راح احطكم رابط بالوصف، شوفوا المقطع على مستهمون هذا الخبر. فاي اليوم يا حبايب طلعت ببث مباشر على حسابها بالانستغرام، هذا البث مباشر شرحت كل اللي صار بينها وبين غيث مروان، وصار يقول انه هي التقت وياه وشلون صارت حاولت انه تطارده وتلحق وراه وهو كان يحب انه يلتقي وياها يعني. فشرحت كل الموضوع وشنو الاسباب اللي هي خلتها تطلع تحكي بالموضوع، وان هي الموضوع لا على علاقه بالفلوس لان هي اساسا عندها شغل بلبنان وهي شركه كبيره يعني، وبنفس الوقت هي تقول من الواضح يعني ما لها علاقه بالشهره ولا تريد تشتهر. فرحت لكم اللايف كامل يا حبايب، كلش مهم كلش مهم كلش مهم لازم تشوفوه كامل. فتت لعند غيث قلت له ما بدك تشوفني وتشوف الاولاد، وجبته 3 اولاد وكثير مهضومين وكثير حلوين بيشبهوا خاله عفيف، فما بدك تشوفهم وكذا، وما كان يرد علي. فجاه ثاني يوم لقيه منزل ستوري هو بنت اولاد خالي عفيف وحاطط كوزنز، فان شو انا صار يدور براسي، طيب ليش اولاد خالي مش امي او ليش اولاد خالي مش انا، ما بعرف. مهم انت حكيت بنت خالي، قلت فيك تحكي مع غيث لحتى يجي يشوفني، وعرف انه انا جبت ولادي اللي عرف. قالت لي عرف بس ما بدي اتدخل بالموضوع، مبين مدعي. قلت لها طب خليني اشوف وخليني كذا، ما يمشي الحال. ف هون زوجي شافني متضايقة ورجع محالي رقمه من عندي، صرت فوت اخر شيء قطعت الامل، صرت اكتب له على بوستاته و مرت بيو انه الله يخليكم لبعض وكذا بس عشان يرد علي. اوقات اكتب له نسيت امك، اوقات اكتب له لو سمحت حكينا، اوقات مشتاقين لك كتير، اوقات كل هالامور يعني كل الطرق. ف
ما كان في رد. هون سافر معاش اجا وكمان انقطع الحديث. صرت كل من اليوم شوفه ابعت له على ستوريز يرجع يشوف جوزي يعمل لهم انسند ارجع ابعت له على ستوريز ارجع ابعت له مسجات يعمل لهم انسند جوزي. فاجا على لبنان هلا نطرت لحتى ينزل ستوريز نزل ستوري ولوكيشن وصرت شوف وين بالضبط هي. مشيت على اللوكيشن تركت الشغل ومشيت على اللوكيشن رحت على اللوكيشن ونزلت على المسبح. انا طبعا انا الوحيدة المحجبة تحت فنزلت والكل كان عم يطلع يعني كنت كتير مبينة ظاهرة. فما لقيته بالمسبح ظهرت من المسبح ناطرة انا على ستوري عنده ناطرة اشوف وين حينزل. عم نزل هيك بنية كبيرة وحد ستاربكس وكذا فشفت انا هاي الستوري طلعت لوراي لقيت البنية مع ستاربكس مع الجيم فرحت ركض طلعت على الجيم بدي احكي مع هيدا صاحب الجيم قلت له انه اذا فيني فوت وكذا وبدي ادفع دخولية وهيك ما كان بدي يفوت قال لي بدك بطاقة او شيء. و فجأة بيمرق غاز قلت انا انه احلى ما يكون ما بدي يشوفني اول شيء هات لعيط له اعمل حالي فان فعيطت له غاز قام اجا هو عم يضحك وقف حدي قال لي آية انصدم قلت له بدي عبطك اشتقت لك كذا عبطته قال لي فوتي نقعد فتت قعدت انا وياه قال لي كيف ماما عادي شو عاملين كذا قلت له كل شي تمام اشتقنا لك حابي اقعد انا وياك ليش هيك عم بيصير انا ليش ما هيك عم بيصير بدي اجوبه في كتير أسئلة براسي بدي أحكيك أنا وياهم فينا أقضي النهار معك اللي لا عندي تصوير وعد إنه الساعة 8 بالليل رح نشوف بعض بالليل رح نشوف بعض فمن الساعة 7 مو من الساعة 7 ببلش ليل صرت أحكي من الساعة 7 على غيس 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 بليز بدي أحكي معك لك صور ولادي لك كذا انت آخر شيء قلت إنه سامحني اني عم بحكي كتير بس مش بايدي لازم نقعد مع بعض ولازم نحكي بنفس الوقت انا عم ببعتهم وامحي ببعتهم وامحي عشان زوجي ما يشوف طبعا هو عم يتضايق علي يعني انا كتير عم بحكي بالموضوع وهيك وما عم حدا عم يتجاوب علي فاللي بدي اقوله انه ممكن يكون عنده اسبابه الخاصة ممكن انا يكون عندي اسبابي الخاصة انا اسبابي صارت واضحه بصراحه انا حدا كتير بحكي عن الاشياء اللي بتخصني كتير بشكل مش طبيعي ما عندي شيء مخبى مهم ممكن يكون عنده اسبابه الخاصه عائلته الخاصه كذا بس انا حابه اشوفه بشكل مش طبيعي وحابه احكي معه وحابه نتفهم الامور كلها ف نطرت لثمانية بالليل ما كان يرد ما كان يرد صرت أحكي وأحكي وأحكي وما كان يرد فأنا شو شفته بلبنان هو قال لي بعد 4 أيام رايح قلت بدي لحق شوفه شو بدي أعمل بطل هوني نازل لوكيشن بطل مطارح بعرفها يكون موجود فيها بعاد كتير يعني حتى إذا بدي لحق وصل لعنده بدي شي ساعتين بيكون فل من مطرح فقلت هات لنزل ستوري احكي عن الموضوع بلكي مش الحال بلكي شايفهم وقال لي شي بيهم وخلينا نحكي او شي فنزلت ناس قاموا ضدي وناس قاموا ضده وناس قاموا ضدنا وما بعرف شو صار وثبت الساعة اللي نزلت فيها ولأنه العالم صارت تقلي كذابة نزلت وثيقة الولادة نزلت اخراج اد ونزلت يعني الاشياء اللي بتأثبت انه هو خيي ورجعت لقيت انه ما في رد من غاز انه ما حتى ما حكاني على الواتساب فقررت اني اشيل ستوريز وحط الاحكي عن الموضوع بس بعدا عم ينحكى بالموضوع طبعا من وراي ينحكى عن الموضوع من وراي بسبب يعني انا حدا تسرعت بس من بعد كتير اشياء سويتها ما بعرف
ما بعرف هل هيدا الشيء صحيح او هل هيدا الشيء مش صحيح كان، بس صارت. مش بنيتي ابدا اذي غاز، مش بنيتي اي شيء يعني ضده سيء، لا بهم هيدا خيي ومصلحته من مصلحتي، وبهمني يكون احسن عالم، بس انا حابه اشوفه يعني اشتقت. طبعا في منكم حتقولوا طب شو شفتي، شو عملتي لحتى اشتقتي له كذا. غيس كيف انتو بتحبوه، كل يوم بتشوفوه، انا كل يوم عم شوفه، بس هو خي، عرفتوا كيف يعني؟ عم شوفه، عم شوف يومياته، عم شوف حياته، عم شوف، بس هو خي. ما بعرف هيدا هل هيدا الشيء أنانية او شيء، بس عم تحسه اللي عم حسه، هذا هو الإحساس اللي حسيته. فتسرعت بالموضوع، فكمان جات حاولت أحكي وقلت له سامحني على اللي عملته، كمان ما كان رد. ف ليش قررت نازل كمان؟ هيك صارت القصة سريعة. قررت نازل لأنه طب غيس عم يحكي معي عادي طبيعي، وكيف ماما وكيف كذا وهيك، طب شو السبب إنه ما يشوفها أو شيء؟ في إلنا بالموضوع. طب إذا ما في سبب هتلا أحكي بالموضوع، بلكي رد علي وحكينا بالموضوع. ما في سبب، فعملت هيدا الشيء كله وما جاب نتيجة. ما بعرف إذا حيجيب نتيجة. سامحوني غيس، سامحني إذا عملت شيء ضايقك، بس أنت بتعرفني أنا كيف استقبلتك وقديش بحبك. وقلت لك وقتها بس قعدنا إنه تتذكر كيف استقبلتك، يعني قلت يعني صرت عم فكر اوقات انه قلت انه بلكي كرمال مفكرنا بدنا مصاري. فبس شفته نهار السبت قلت له انه اذا مفكرنا بدنا مصاري او شيء، انا الحمد لله مرتاحة وعندي شغلة ومرتاحة جدا وهيك، فما بديش تفكر انه كرمال مصاري. انت ذاكر كان عمري 10 سنين وما كانش عندك شيء وما كانش نزل او شيء، وذاكر كيف استقبلتك. فهيدا هو كل الموضوع. بعتذر كثير، وبس كمان انا كثير حابه اشوف غيس. خالته حنان، انا هلا عرفت اسمك، ما كنت عم تابع كثير لاعرف اسمي. اكيد تنحطي على العين والراس انك ربيتي غيس كلك ذوق. بدي اياكي بس تحطي حالك مطرح لما او مطرح امي. طيب اذا انت لما راحت عاشت مع غيرك، بس حطوا حالكم مطرحي. عرفتوا شو بكي عم تبكي؟ انا عم حاول ما ابكي، ما تبكي. فهيدا هو الموضوع. رح سكر عن الموضوع، بتمنى ما تحكوني فيه، لانه عن جد انا كتير حدا متضايق، وكتير كتير متضايقة انه نزلت ستوريز، بس ما بعرف تسرعت يعني، صار كتير انه طلعت حكيت بالموضوع. بس خلص بدي جاوب على الاسئلة. هذا هو كل الموضوع من ناحيتي، بس هيك. وبتمنى ما حدا يرجع يحكي بالموضوع، انا هيدي صفحة شغل، انا الحق علي نزلت هيدا الشيء. وبس والله حبايبنا، وصلت مقطع من الموقع، عجبكم لا تحطوا لايك، تركوا بقناة شوكو فايز زي مقاطع من القصص. ومع السلامة.